ندخل بقى على المكونات الغذائية اللي ممكن تعلي معانا الحرق في الشتاء. تمام. هو في هنا حاجة مهمة قوي، في عندنا حاجة اسمها ذا نيجاتيف كالوري. النيجاتيف كالوري دي هي بعض أنواع الأكل اللي بتخش جسمنا بسعرات ما، اوكي جسمنا بيصرف من عليها أكتر عشان يحرقها. هو أكشلي مش بيحرقها، يعني عشان خاطر يهضمها بيصرف عليها أكتر ما دخلت. الحكاية دي موجودة في كل الحاجات الجرينري اللي هي الحاجات الخضراء، الورق الأخضر كله، اوكي كل ورق الأخضر بتاع السلطة، الخس، الجرجير، السبانخ اللي هي المفروض تتاكل خضراء مش مطبوخة، وكمان في الخيار. السبانخ لازم تتاكل خضراء مش مطبوخة؟ مطبوخة ملهاش أي قيمة، ملهاش اي قيمه غذائيه فعلا خالص، يعني قيمتها ضعيفه قوي. معقول؟ السبانخ المفروض تتاخد يا دوب تبقى ستيمد، يعني يا دوب على البخار، لونها بس كده يبقى الاخضر بتاعه التقليده اللي زاهي احنا بنقلبها بس دي، بالظبط كده. صح؟ الاخضر بتاعها يبقى زاهي وخلاص على كده، او انها تتاكل اوكي. متقطعه مع السلطه. لكن اللي احنا بنعمله ده بالطشه بكل حاجه بيضيع، صح؟ بالظبط كده. وايه تاني يا دكتور؟ وكمان نفس الحكايه، الخيار. الخيار برضو حاجه من الحاجات النيجاتيف كالوري. مفيش اكل معين حارق هو لوحده كده، لا، بس في حاجه اسمها كالوريك ديفاسيت اللي هي بيسموها نظام عجز السعرات. نظام عجز السعرات ده اللي هو ليتس سي ان انا مثلا باخد في اليوم لايك 1800 كالوري، اوكي فلو انا خدت 1300 هخس طبعا واملى مكان في الحاجات الباقيه بحاجات تشبع، فاكهه تكون مثلا برتقانه او تفاحه تملى بطني، وفي نفس الوقت تكون سعراتها مش كبيره. احسن ما اخد بسكوتين مثلا، اخد حته كيك، دي حاجه صغيره وهتضرب معايا الكالوريز جدا. احنا عندنا مشكله الحقيقه في السناك، في يعني السناك، جدا صح؟ الناس بتسناك على اي حاجه في اي حته. طيب ما احنا نحل برضو مشكلة السناك دي ازاي؟ بصي، هو احنا في الشتاء، لو احنا بنتكلم عن الشتاء، احنا دايما بنفكر في ان احنا ممكن يا اما تبقى السناك حاجات زي الشوربات، ودي فكرة هايلة وفي نفس الوقت بتشبع وبتدفي ومحترمة، يا اما انها تبقى حاجات زي واحدة بطاطا صغيرة، كوز ذرة صغير اللي هو المسلوقة السخنة دي. اوكي. ممكن كمان نعمل بطاطساية اللي هي بيكت اللي هي في الفرن، دي برضو سناك لطيفة. البطاطساية الصغيرة ملهاش سعرات فظيعة، المشكلة كلها بتيجي لما نقليها. ممكن كمان نعمل سناكس مكونة من فواكه، وممكن نحط الفواكه في الفرن او في الميكرويف دقايق ونعمل لها ريسيبيز كده ما هو ده اللي اختراع. هنعمله مع بجد؟ بعض. طيب لا هنعمل، احنا جهزنا كويس، الوصفة انا جهزت وصفة حلو قوي. السناك، علشان دي حاجة مهمة قوي. كل الناس بتبقى عايزة بتدور على سناك سخن، صح ويا سلام لو هو مسكر صح كمان، لانه كمية السكر اللي بناخدها واحنا رايحين وجايين في الشتاء كتيرة بتبقى فظيعة، مشكلة دي كبيرة حقيقة قوي. فعلا. طيب احنا جالنا سؤال مهم قوي، في ناس كبار ما بيقدروش يتحركوا، ايوه الناس دي بتتخن اكتر في الشتاء، طبعا وبرضه بتتسلى بالاكل، طبعا وبرضه بتتسلى بالتلفزيون، صح يعني عندهم العادة بتاعت انها قاعدة وبتاكل قدام صح التلفزيون. نعمل ايه في المشكلة دي؟ الناس الكبار تعمل ايه؟ هي كان في عندنا الحقيقه حاجات عادات يعني غذائيه بس انقرضت. كانوا زمان الناس بدل ما يقعدوا ياكلوا حاجات اللي هي بقى مسكره او بسكوتات او حاجات صغيره، كان في حاجه زمان كده حد الناس بطلوها، ترمس، حمص، فشار معمول في البيت. الحاجات دي اوكي. بتفرق جدا جدا طب على هو فكره. ايه اخبار حمص الشام؟ حمص الشام هايل هايل؟ هايل، طب لان هو اوكي. نشويات مركبه مليان الياف، بيثبت معدل السكر في الدم، خلي الواحد ما يحسش بالجوع. ولو احنا عايزين نظبط المقدار بتاعه، لان احنا عندنا كل البقول بتتحسب على الكالوريك كاونتر على انها رز، يعني نشويات، يعني معلقه الحمص عندنا في حساباتنا زي معلقه الرز بالظبط. معقولة؟ بس اوكي. ميزه حمص الشام بقى ان احنا بناخد معلقتين بس وكله ميه سخنه في الشطه، فدي بتدفي كمان، الشطه بتعلي الحرق. الشطة بتعلي الحرق. ما احنا بس الشطه التحفظات الوحيده اللي احنا بتواجهنا، يعني ان الشخص يكون عنده لا قدر الله مشاكل جامده في طبعا القولون او قرح معده او كده، طبعا. غير كده الشطه حاجه مفيده. انا طبعا بتكلم على الشطه الحقيقيه اللي هي ايوه القولون ايوه الحقيقيه. الفلفل. ايوه بالظبط كده. اوكي. غير كده الشطه حاجه محترمه جدا ومفيده وكويسه وبتقوي المعده. هفهمك برضو ليه، لان اي حاجه بتزود الافرازات بتاعه اوكي. الجهاز الهضمي، انها حاجه ايرتنت، يعني حاجه بتعمل تهيج في الجهاز الهضمي، فالافرازات دي بتكون مليانه اجسام مضاده، فبتحافظ على مناعتنا وعلى جسمنا. نفس بالظبط فكره ان الناس اللي عندها برد تاكل بصل ني، فبيزود صح الافرازات فوق صح فمليانه انتي بودي، زمان كنا زي بنعمل المضاد كده الحيوي. دكتور. ساعات كتير قوي الناس بتقعد تقول ايه، ان احنا نشرب مشروبات سخنه علشان نخس، يعني جنزبيل على قرفه ونعمل ايوه خلطات ونشربها قبل الاكل وبعد الاكل وكل شويه
اخبار الحاجات دي ايه؟ ده حقيقي بيخسس او بيعلي الحرق معانا؟ بصي، هي المشكله في ان احنا ما عندناش في الطب حاجه في المطلق. يعني ما اقدرش اقول لك ان كل الناس اللي هتشرب الزنجبيل هتخس بعد بكره، ما كانش حد غلب. هي الفكره كلها في ايه؟ فان الزنجبيل والقرفه بيعلي الحرق شويه، زي ما اتفقنا ان مفيش حاجه في المطلق. فلو شخص مثلا عنده مشاكل في المعده ما ينفعش ياخد زنجبيل. الناس كمان بتبقى متوقعه ان هم، احنا كلنا عايزين نريح نفسنا، متوقعين ان احنا خلاص اخذنا الحاجه السحريه اللي هتخسسنا بسرعه. الفكره مش كده خالص. زي اي حاجه في الدنيا، هو احنا ينفع ننجح في الامتحان من غير ما نذاكر؟ فكره التخسيس او ان انا وزني ينقص محتاجه مني مجهود. محتاجه مني مجهود في تظبيط الاكل، مش الزنجبيل هو اللي هيلحقني يعني. محتاجه مني مجهود في الحركه، ومحتاجه مني مجهود في شرب الميه كويس. حاجه زي الزنجبيل يعني مثلا مش هينفع نعتمد عليها خالص، وخصوصا لو عندنا مشاكل في المعده. بالظبط. ففي ناس بتشرب كتير قوي كل بالزبط. يوم تشرب، في ناس بتشرب كركم كتير وده غلط، في ناس بتشرب جنزبيل كتير، في ناس بتشرب قرفه كتير فعلا. ودول مرضى شرايين في مشاكل، عندهم مشاكل وهم ما يعرفوش طبعا. في مشكله في الجنزبيل حضرتك قلتي لي عليها الزنجبيل لما احنا بناخده وقت طويل بيشتغل زي ادويه السيوله. الاوميجا 3 كمان بتعمل كده، فهو حاجه من الحاجات اللي هي البلاد ثيننج، حاجه بتعمل سيوله في الدم. فما اقدرش ان انا كل يوم اشرب زنجبيل كل يوم كل يوم، يبقى لازم اقلل جرعه الاسبرين او دواء السيوله. طيب فما حدش بيعمل كده. ما ينفعش خالص، ما ينفعش كل يوم كل يوم جنزبيل كل يوم كميات رهيبه، هيبقى في مشكلة جدا للناس اللي عندها مشاكل في السيولة وفي المعدة.